ننتقل لموضوع اليوم المدارس، بما أنه احنا مقبلين على عام دراسي، شلون المدارس بالمنطقة؟ احنا لحد الان منذ سقوط النظام البائد بعده بحوالي تقريبا بسنتين تم تشييد ثانوية عمارة بن ياسر، والى الان لم تشيد اي مدرسة. مدرسة الامام علي اعطت بها مديرية التربية انها آلة للسقوط وتم هدمها. بعدين ايسنا حقيقة، اولادنا لم يجدون لهم اي مدرسة بديلة، فقمنا بجمع التبرعات وقمنا بإنشاء هذه المدرسة حقيقة من أموالنا الخاصة، كلفت ما يقارب 300 مليون دينار عراقي. شكلنا لجنة من أبناء المنطقة الشرفاء الخيرين وقاموا بجمع هذه الأموال من أولياء أمور الطلبة ومن بعض المتبرعين جزاهم الله خير الجزاء المساهمين، وقمنا ببناء المدرسة التي كلفت 300 مليون دينار عراقي من أموالنا الخاصة. ناشدنا مديرية التربية، ناشدنا وزارة التربية حقيقة ببناء مدرسة رغم الزخم الطلابي الموجود وكثرة العدد في هذه المناطق، وإلى الآن لم نجد أي أذن صاغية لهذا الموضوع. نعم، يعني اليوم وزارة التربية ما عندها إمكانيات اليوم تبني مدارس بهالمنطقة، تضطر العالم تجمع تبرعات وتبني لأهاليها أو اليوم لأولادها. والله يا ست وين زهور وصل هذا بينا اللي الحال وصلنا استاذ إليه، يعني محمود؟ هذا الحال اللي وصلنا له، ان اموالنا الخاصه حفاظا على اولادنا. حقيقه احنا اليوم المجتمع اذا تريد تحاربه تستهدف المنظومه التعليميه، وبالتالي أكيد. احنا هذا اللي وصلنا له، اكو بس مو استهداف بهالطريقه، يعني للمنظومه اليوم التعليميه. مدارس اليوم اهله للسقوط، ويعني ما يقدر الطلاب يداومون بها، فيضطر الاهالي. ايش كل اليوم العالم عندها امكانيات تلم تبرعات لاولادها؟ اكيد مو كل الناس يوم طلبوا من متمكنه. عندنا سيد طلبوا من عندنا قطع أراضي للمدارس، وقمنا بتوفير قطع الأراضي من أراضينا الخاصة تبرع بالمجان لغرض إنشاء المدارس، وإلى الآن كذلك نفس الوضع المزري حقيقة، وإحنا مقبلين على عام دراسي جديد. الحكومة المحلية وقائم مقامية الكفل، وقدمنا عروض لهم في أكثر من مكان. ليش ما وإلى الأراضي اليوم الآن تابعة للدولة يسوون بها جاهزين مدارس؟ لتقديم الكثير من يطلبون الأراضي لهذا تبرعات الشان. العالم؟ قطع الأراضي وبانتظار حقيقة الاستجابة لهذه هذه الجانب المهم حقيقة. اليوم جانب التعليم كما تعرفين والكل يعرف، المشاهدين والمستمعين، أنه هذا الجانب مهم بالمجتمع، والمحاربة بهذا الجانب قد يستهدف المجتمع بالإجماع، لأن الحرب مع المنظومة التعليمية خطيرة جدا على المجتمع، تخلق الكثير من الجرائم، تخلق الكثير من الحالات السلبية اللي احنا نحاول نبتعد عنها قدر الامكان. يعني كارثة والله العظيم. اليوم الأرض وفروها الأهالي، بقى بس البناء. يعني ما أعرف شنو التربية، ما عندها إمكانيات، ما عندها اليوم فلوس تصرف وتبني مدارس للعالم. زين اليوم الطلاب احنا مقبلين على عام جديد، شنو الاستعدادات؟ معالي وزير يعني التربية وهذا اليوم ما في تغيير بابل، بالمنظومة هذا السؤال التعليمية من خلالك نوجه. نعم، احنا نوجه اسئلتنا حقيقة للسادة المسؤولين، دولة رئيس الوزراء السيد معالي وزير التربية المحترم، سيد محافظ باب المحترم، رئيس المجلس، قائم مقام الكفل المحترم، حقيقة كون هنالك اذن صاغية لهذه المناشدات. احنا مقبلين على عام دراسي جديد، وبالتالي اولادنا هم اولادكم وابنائنا ابنائكم، وهذه المحافظة وهذه المناطق هي في اعناقكم وفي مسؤوليتكم ان شاء الله.